الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن إمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقائدنا ومعلمنا ومثلنا الأعلى محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك محمد، وارض اللهم عن صحابة نبيك الكرام جميعا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات، وارض اللهم عن سائر المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن تابعيهم وتابعي تابعيهم، وارض اللهم عن الأئمة المتبوعين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين، وارض عنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد، معاشر الآباء الأفاضل والإخوة الأكارم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا كما أمرنا بذلك، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما أوصانا نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أحبتي في الله تعالى، أعتقد أنه لا يخفى على واحد من حضراتكم ما تمر به هذه الأمة الإسلامية خلال هذه الفترة. أحوالها أحوال صعبة، وظروفها في غاية الشدة والمشقة، أرضها ملتهبة، وشعوبها متناحرة، وأعداؤها يتربصون بها، دماء تستباح، وحرمات تنتهك، وأراض وثروات تسلب، وقتال وتناحر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. هذا الأمر وإن لم يكن جديدا في تاريخ هذه الأمة، فإنها مرت عبر تاريخها الطويل بصور مشابهة لهذه الصورة التي نحن عليها بل أشد، إلا أنها تدخل المحنة، ويشاء الله تبارك وتعالى أن يخرجها منها بعافية وقوة. فهي أمة تمرض، ولكنها لم ولن تموت، لأن هذا هو وعد الله تبارك وتعالى. إلا أننا مطالبون بتغيير واقعنا إلى الأحسن والأفضل، لأن الله تبارك وتعالى وضع ضمن القوانين العامة لهذا العالم قانونا يسمى بقانون التغيير. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو استمرت الأمة على ما هي عليه فإنها ستستمر أيضا في هذه المعاناة إلى ما شاء الله رب العالمين. أما لو حاولت أن تغير من واقعها وأن تعيد النظر في مسارها وأن تطور أداءها، فإنها ستخرج سريعا من هذه المحنة لتكون أقوى وأشد في المستقبل بإذن الله تعالى. ولعل هذا الطرح الذي نطرحه خلال هذه اللقاءات الجمعية القصد منه أن نكون جزء من هذا التغيير. نحن ولله الحمد والمنة ما زلنا بعيدين إلى حد ما عن مواقع الأحداث الملتهبة، ولكننا جزء من هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، خاصة أن معظم القاطنين على أرض دولة قطر المباركة
ينحدرون من معظم هذه البلاد التي تعاني ما تعاني من الأزمات والمشاكل. فنحن هنا نعيش مع إخواننا من أبناء سوريا، ونعيش كذلك مع إخواننا من أبناء العراق، ونعيش قبل ذلك كله مع الجرح الكبير النازف من أبناء فلسطين، وانضم كذلك أيضا الجرح النازف الجديد على أرض اليمن، وإخواننا كذلك على أرض لبنان. ونحن كذلك لسنا بعيدين في مصر وليبيا وتونس، فهذه دول أيضا كلها تعاني من بعض المشاكل مع اختلاف أنواعها ومع اختلاف درجاتها. إذا نحن لنا أصول تعاني ولنا فروع تتألم، حتى وإن لم نكن من أهل هذه البلاد فنحن من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها مولانا جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة. وقال عنها حبيبنا عليه صلوات ربي وسلامه: المسلم أخو المسلم. وقال أيضا: المؤمن أخو المؤمن. فإذا نحن كلنا نتألم لإخواننا وإن لم نكن من هذه البقاع من أرض الله، إلا أنها أمة الإسلام، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا هو كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الجرح إذا بدأ في أي عضو من أعضاء الجسد فإنه يؤلم الجسد كله، وكذلك نتألم ومن أعماق قلوبنا لإخواننا الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، هؤلاء اللاجئين المشردين الذين فروا من ويلات الحرب ليقعوا في زمهرير الشتاء القارس، تتجمد الأطراف وتتوقف الدماء عن السريان في العروق، ويصبح يمسي الرجل فيصبح ليجد أنه فقد عزيزا عليه من أبنائه، أو أن عضوا من أعضاء جسده أو جسد أبنائه قد توقف عن العمل. أحوال صعبة ومما لا شك فيه، جوع انتشر وعري انتشر وهلع انتشر وخوف انتشر ودمار لا يبقي ولا يذر. ومن هنا فإني كما ذكرت أحببت أن نكون جزءا من عملية التغيير. لا ينبغي أن نكون كالنعام الذي يدفن رأسه تحت الرمال وجسده كله ظاهرا لأعدائه، وإنما لابد أن نقوم بدور إيجابي. هذا الدور الذي نتحدث عنه من سنوات، أن نكون في حد ذاتنا من الذين يغيرون واقعهم، لأننا إن قربنا من الله كان دعاؤنا أسمع وكان نصر الله لنا أسرع. فإن سألنا الله أن يدفع البلاء عن إخواننا كنا أهلا لأن يستجيب الله تبارك وتعالى لنا. ولذلك كان حديثنا في آخر ما التقينا حول الولاية والأولياء، وبينا ما رواه البخاري عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث يسمى بحديث الولاية والأولياء، يبين الله فيه موقفه من أوليائه وكيف أنه يدافع عن أوليائه. ولذلك ذكرنا في الجمعة قبل الماضية صورا من نصر الله تبارك وتعالى لأوليائه. ونحن نعلم كما أشرت آنفا أحبتي في الله تعالى أن الناس في هذا العالم ينقسمون إلى قسمين: إلى أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. أولياء الرحمن وليهم هو الله، الذي يتولى أمرهم هو الله، والذي يتولى تمكينهم ونصرتهم وتأييدهم وعزهم إنما هو الله. وأولياء الشيطان كما تعلمون وليهم الشيطان،
وهذا ما عبر الله عنه بقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هناك أولياء لله، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فأمة النبي محمد وبلا شك هي أمة الولاية قطعا، لأن فيها الإسلام، فيها الإيمان، فيها القرآن، فيها سنة النبي عليه الصلوات ربي وسلام. ما سوانا من العالم فأولياؤهم الشيطان. ولو نظرنا إلى حزب الشيطان وجدناه ليس حزبا هينا، بل إن كل من لم يؤمن بالله ورسوله من حزب الشيطان، مليارات من سكان الأرض استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، مليارات. إذا كان عدد سكان العالم الآن يصل تقريبا إلى 8 مليارات أو إلى 8 مليارات من البشر، فإننا نكاد أن نصل إلى الربع فقط، والثلاثة أرباع كلهم من أولياء الشيطان. هؤلاء يتجمعون علينا ويتكالبون علينا بصورة أو بأخرى. نعم، بعضهم قد لا يحاربنا، وبعضهم قد لا يعتدي علينا، ولكن يبقى في جميع الأحوال أنه في حزب الشيطان، وأنه في جند الأبالسة، وليس من أهل لا إله إلا الله. أولياء الله تعالى الذين تولوا ربهم وآمنوا به، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هؤلاء هم أولياء الله. والله تبارك وتعالى أخبرنا بقوله: الله ولي الذين آمنوا. فولينا هو الله، وناصرنا هو الله، ومعيننا هو الله، ومؤيدنا هو الله. ولكن تبقى المشكلة، هل نحن فعلا نطبق الولاية كما أراد الله عز وجل حتى ينصرنا الله كما نصر أولياءه؟ ذكرنا فيما مضى كيف نصر الله نوحا عليه السلام، وكيف الله نصر سبحانه وتعالى هودا عليه السلام، وكيف نصر الله صالحا عليه السلام، وكيف نصر الله إبراهيم عليه السلام، وكيف نصر الله موسى عليه السلام، وكيف نصر الله محمدا عليه صلوات ربي وسلام، وكيف استجاب لدعاء أيوب عليه السلام، وكيف أكرم زكريا بيحيى عليه السلام. هذه الصور القرآنية ما ذكرها الله إلا ليبين لنا كيف يقف مع أوليائه، كيف ينصر أولياءه. ولذلك القضية تبقى بيني وبينك أخي الحبيب: وعد الله لا يخلف الله وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولينصرن الله من ينصره. وعد الله لا يخلف الله الميعاد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو دين الله يا أحبتي في الله تعالى. نحن يقينا في أمس الحاجة إلى أن يكرمنا الله بما أكرم به هؤلاء الصالحين الطيبين. ليست القضية أيضا منحصرة في الأنبياء والمرسلين، وإنما كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا رب؟ أجابك الله قائلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله عز وجل ولي، بصرف النظر عن الزمان الذي يحيا فيه، أو المكان الذي يقيم فيه، أو اللغة التي يتحدث بها، أو الجنس الذي ينتمي إليه. فما دمت مؤمنا تقيا فأنت من أولياء الله. والله تبارك وتعالى وعدنا في صدر هذا الحديث قائلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته أني محارب. فالذي يتولى الدفاع عنك إنما هو الله، إذا كنت وليا من أوليائه حقا. كيف نكون من الأولياء؟ قسم الله الأولياء في هذا الحديث إلى قسمين كما أشرت آنفا، وهذا مورد في كلام الملك جل جلاله في هذا الحديث القدسي. قسم الأولياء إلى أولياء درجة أولى، درجة راقية، وإلى أولياء درجة عادية. وأنت أخي الحبيب الذي تحدد الدرجة التي تنتمي إليها أو تنتسب إليها، وهذا بمقدورنا جميعا،
ما من مسلم إلا وبمقدوره أن يكون من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، لأن المسألة مسألة أعمال، حزمة من الأعمال، إن قمت بها كنت من أولياء الله الدرجة الأولى أو الثانية، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه يقول عنها العلماء هي أو هذه درجة أصحاب اليمين. أصحاب اليمين درجة غير درجة السابقين، فأصحاب اليمين من أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم، هم الذين يؤدون ما افترض الله عليهم من الفرائض ويتركون ما حرمه الله عليهم ورسوله. فكل من التزم التكاليف التي كلفه الله بها أو كلفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك الحرام الذي حرمه الله في القرآن، وترك الحرام الذي حرمه الله في السنة، فهو من أولياء الله تعالى. إذن أنت تنظر في نفسك وأنا أنظر في نفسي، كل واحد منا يعرف ماذا يفعل، لأن العلاقة بيننا وبين الله علاقة خاصة، بمعنى أن معظم التكاليف الشرعية هي عبارة عن علاقة بيني وبين الله. فنحن عندنا شعائر تسمى الشعائر الظاهرة، ولكن معظم الدين قائم على العلاقة الباطنة الخاصة. فنحن نصلي الصلوات الخمس في الجماعة أمام المسلمين، ونصلي الجمعة الآن يرى بعضنا بعضا. أما بعد صلاة الجمعة أنواع الصلوات الأخرى لا يلزم أن تكون أمام الناس، بل إن النبي بيّن لنا عليه صلوات ربي وسلامه أن صلاة الرجل للسنة في بيته أفضل من صلاته في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل إن صلاة السنة في بيت أنت نزلت فيك في مكة أفضل من صلاة السنة في المسجد الحرام نفسه، أعلى أجرا. وورد في بعض الروايات أن صلاة السنة في البيت تزيد 70 ضعفا عن الصلاة في المسجد. صلاة السنة في البيت لا يراك أحد إلا الله الواحد، أو تراك زوجتك وأولادك، وعادة هؤلاء أنت لا تحاول أن ترائي أعمالك أمام زوجتك، فالزوجة تصلي أمام زوجها والرجل يصلي أمام امرأته والأمر عادي. أما الإشكال في المساجد هي التي قد يكون فيها يزين الرجل صلاته لنظر الرجل إليه، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن معظم التكاليف الشرعية قائمة على العلاقة الخاصة بينك وبين الله. هناك أعمال كلها سرية لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى ثم أنت. فإذا أنت مطالب أن تكون في أعمالك كلها مراقب لله تبارك وتعالى في التكاليف الشرعية، لأن من حقك أن تصلي، وبعض الناس لا يصلي ولا يحاكمه أحد. يعني لا توجد دولة في العالم تحاكم تارك الصلاة. النبي عليه الصلوات ربي وسلامه في عصره هناك أناس يتخلفون عن بعض الصلوات ما حكمهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعلم الأسباب التي منعتهم من الصلاة في الجماعة في المسجد. فإذا الحبيب رعاك الله القضية قضية خاصة، العلاقة بينك وبين الله علاقة سرية. أنا الآن عندما أشرب خمرا في بيتي، من الذي سيعلم أني شربت خمرا؟ والعياذ بالله تعالى، عندما يزني رجل من المسلمين أو تزني امرأة، عادة الزنا يكون بعيدا عن أعين الناس، إذا من الذي يعلم أنه فعل هذه الفاحشة؟ فإذا العلاقة بينك وبين ربك أنت المسؤول عن هذه العلاقة. فالدين كله قائم على علاقة خاصة، الأعمال الظاهرة بسيطة كالصلوات كما ذكرت، صلوات الجمعة والجماعات والأعياد والاستسقاء والخطوب والكسوف، هذه اسمها صلاة عامة، صلاة عامة للمسلمين. أما معظم الدين قائم على العلاقات الخاصة بينك وبين الله تعالى. قيام الليل، نعم نصلي الليل في بيوتنا، من أراد أن يصلي صلى، ومن أراد أن لا يصلي ما قال له أحد لماذا تصلي أو لماذا لا تصلي. إذا حبيبي، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. أفضل الأعمال التي تقوم بها أداء المفروضات التي فرضها الله تعالى.
واجتناب المحرمات التي حرمها الله فيما بينك وبين الله. ولذلك تعالى معي نذهب إلى القرآن لنجد صورة رائعة بينها لنا مولانا جل جلاله في قصة نبي الله يوسف عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، هذا موقف عمل سري لو لم يظهره الله ما علم به أحد، وهذا هو الدين الذي أرادك الله أن تكون عليه. لأن هذه المرأة أخرجت كل من كان من الناس والبشر في داخل القصر حتى لا يطلع على سرها أحد ولا يعلم بما تفعل أحد، ودعت يوسف عليه السلام وكان مملوكا لها، يعني عبد مملوك، والأصل في العبد المملوك أن يؤمر فيطيع. إذا كان الخادم يؤمر فيطيع وبينك وبينه عقد شغل، ما بالك بالمملوك الذي تملكه ملك يمين. ورغم ذلك انظر إلى الإيمان الذي ينبغي أن يكون في حياتي وحياتك أيها المسلم الصالح. قال معاذ الله، أعوذ بالله أن أفعل شيئا يغضب الله تعالى. هذا هو حال المؤمن عندما تعرض عليه معصية ولا يعلم بها سوى الله الواحد، يقول أعوذ بالله أن أفعل شيئا يغضب الله. ولذلك رسول الله أكمل لنا الأمر صلوات ربي وسلامه عليه عندما قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والعكس امرأة دعاها رجل فقالت إني أخاف الله. إذن حبيبي العلاقة بينك وبين الله علاقة سرية. ولذلك عندما قال الله عن أوليائه الذين آمنوا وكانوا يتقون جعل التقوى شرط من شروط الولاية، لن تكون وليا إلا إذا كنت تقيا، ومعنى تقي أنك تتقي الله في كل أمر من أمور حياتك، سواء كنت أمام الناس أو بعيدا عن أعين الناس، سواء كنت ليلا أم نهارا، سواء كنت في البر أو البحر أو الجو، فأنت تقول إن معي ربي سيهدي. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولذلك من أهم صفات الأولياء قوة جهاز الرقابة الذي يراقبون الله به في كل أمر من أمور حياته. حتى في بيتي جهاز الرقابة يعمل، عندما أتكلم مع زوجتي وأولادي أعلم أني مسؤول عن كلامي، فلا أقول إلا الذي يسرني أن أراه بين يدي الله يوم القيامة، حتى مع زوجتي حتى مع أولادي، لأن القضية قضية ولاية ينبغي أن نحافظ عليها. ولذلك عندما عرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الولاية قال الخوف من الجليل، أن تخاف من الله أن يراك على معصية الله دائما أبدا، لأن المعاصي إخواني متعددة متنوعة، وأنا لن أستطيع أن آتي عليها في هذا الوقت. معاصي ورد ذكرها في القرآن الكريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، جمع الله مجموعة من المحرمات في القرآن الكريم، وكذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجمع كل المحرمات في مكان واحد، وإنما في آيات متفرقة من كلام الله تعالى، وفي أحاديث متفرقة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن التقوى تقوم على جهاز رقابة عالي الأداء والمستوى، أعلى تقنية. ولذلك ربنا جعل على كل واحد منا 15 جهاز مراقبة، 15 جهازا، 15 كاميرا تتابع تصرفاتك للنهار، لأنك ما يمكن تكون ولي إلا بالضوابط، ولن نستطيع أن نحكم لك بأنك من الأولياء إلا عندما تشهد لك كل هذه الأجهزة.
ولذلك كما قال الله تبارك وتعالى يوم تشهد عليه معدد الله جوارح في بدني تشهد عليه. ثم يأتي الحوار وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. إذن حتى جسدي أنا يدي وقدمي وفخذي وفرجي وبطني وعيني وسمعي يقدمون شهادات ضدي بين يدي واحد الواحد الأحد يوم القيامة. طب أنت الآن تستطيع أن تفر من الكاميرات التي توجد في بعض الأماكن العامة، كيف تستطيع أن تفر من الكاميرات التي في يديك والتي في جسدك والتي في قدميك والتي في بطنك؟ من الممكن أن تضلل أي أحد، وبعض الناس أحيانا عنده وسائل كبيرة جدا يستطيع أن يفر من كل أجهزة المراقبة وكل أجهزة المخابرات في العالم، ولكن هل تستطيع أن تفر من الله تبارك وتعالى فتفعل فعلا لا يراك الله أنت تفعله؟ ألم يقل مولانا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة؟ أين تذهب؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ورديات شفتات، صلاة الفجر تغيير الوردية، صلاة العصر تغيير الوردية، معك ملائكة من أذان الفجر إلى أذان العصر، كل ما تنطق به وكل ما تفعله وكل ما يصدر عنك حتى وإن كنت نائما فإنهم يسجلونه. ثم من العصر إلى الفجر، فإذا أين تفر من الله؟ كيف تستطيع أن تغيب عن عين الله؟ والله يقول وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، ويقول هو معكم أينما كنتم. ولذلك الأولياء يتمتعون بجهاز رقابة قوي قبل أن يتكلم، يعرف نوع الكلام الذي سينطقه، قبل أن يأكل، قبل أن يبيع، قبل أن يشتري، قبل أن يفعل أي فعل يحسب ألف حساب. لهؤلاء الذين يحيطون به من جميع النواحي والجهات، حتى الهواء الغلاف الجوي سيشهد عليك أو لك بين يدي الله يوم القيامة. الأرض التي تمشي عليها، أنا أذهب الآن إلى مكان معين لأرتكب فيه ذنبا معينا واستطعت أن أضلل كل البشر، طب الأرض التي تمشي عليها بسيارتك أو على قدميك أو بأي وسيلة من المواصلات، كيف تستطيع أنك أنت تغمي أو تضلل الأرض التي تمشي عليها؟ الهواء الذي تستنشقه، الليل كله يشهد علينا والنهار كذلك سيشهد علينا بين يدي جبار السماوات والأرض جل جلاله. ملابس التي على جسدي، والله ستقدم الشهادة لك أو ضدك بين يدي جبار السماوات والأرض يوم القيامة. ولذلك كان أول شيء اشترطه الله تبارك وتعالى في الأولياء أن يكونوا أصحاب رقابة قوية له سبحانه وتعالى. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه أول شيء في تعريف التقوى الخوف من الجليل جل جلاله، أن تفعل معصية لأنك لن تستطيع أن تغيب عن عين الله في أي مكان من أرض الله كنت، والله لو كنت في السماء، لأن الذي يعلم غيب السماوات والأرض إنما هو الله جل جلاله سبحانه. أعماق البحار، لأن الله تبارك وتعالى يعلم كل معلوم ويرى كل مرئي ويسمع كل مسموع. ومن هنا فأول شيء ينبغي أن نهتم به أن نعلم أن الله معنا في كل لحظة من لحظات حياتنا، مع علما يقينيا عمليا، لأن كل واحد يعلم أن الله موجود ولكن لا يفعل هذه المعرفة في حياته. ولذلك أحد الصحابة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجوز أن يمشي الرجل في بيته عريانا؟ أنت ممكن تقول له حرية شخصية، فالنبي قال له إيه؟ أتود أن يراك الله هكذا؟ أن قال فإن الله أولى أن تستحي منه.
ولذلك ليس من حقك انك تمشي بيت عريان، ليس من حقك، هذا سوء ادب. معك الله ومعك ملائكة الله تعالى. ولذلك علماء نصوا على ان الرجل اذا اراد ان ياتي اهله من السن ان يستتر، ان يستر نفسه وان يستر اهله، لان معك ملائكة الله. وجبريل عليه السلام اراد ان يزور الحبيب المصطفى مرة فوقف بباب البيت ولم يدخل، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل يا أخي يا جبريل. فقال له: مر خديجة تغطي رأسها فإنا لا ندخل بيتا كشفت فيه عورة للنساء. تصور ما استطاع جبريل، جبريل هذا خديجة لا تراه، الذي عائشة عفوا، الذي يراه هو النبي المصطفى محمد فقط ولا يرى أحد، ولكن قال: أنا أستحي أن أدخل إلى بيت النبي وزوج النبي كاشفة شعره. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الولي إخواني، ينبغي أن تستشعر وجود الله تبارك وتعالى معك في كل قول وفعل، بذلك ستكون من سادات الأولياء والله بدون أي شيء. لأنني لو أعمل عندك عاملا في شركة أو مصنع أو مؤسسة وأنت معي في نفس المكتب الذي أعمل أنا به، هل تتصور أنني سألعب؟ بالله عليكم، في واحد مني يستطيع أن يلعب وصاحب العمل على رأسه؟ سيتحسن أداؤه ويزيد إنتاجه. طيب لماذا نحن نفعل هذا مع صاحب العمل من البشر ولا نفعل ذلك مع رب السماوات والأرض جل جلاله؟ إذن قضية إن إحنا أولياء دي قضية مكذوبة، لأنها لو صحيحة لتحسن أدائي وزاد إنتاجي وقل خطأي. منطبط. شوف النهاردة لما بتيجي عند الرادار وأنت تمشي بالسيارة، أول ما تشوف الرادار كل العالم يبدأ يخفض السرعة حتى تكون في مستوى الرادار، فالرادار له قيمة. لو في سيارة الشرطة في مكان ولا حاجة، مهما كانت بطولة الرجل يحاول يحافظ على السرعة حتى لا يخالف. بنستشعر نحن، بالله عليك عبد الله، هل تظن أن هناك مكانا تستطيع أن تغيب فيه عن عين الله الواحد؟ اعطني مكان واحد تغيب فيه عن عين الله الواحد. حبيبي اعطيني مكان واحد تغيب فيه عن عين الله الواحد. أحد الصالحين من عباد الله كان عالما يعلم الناس، وكان يميل إلى طالب معين في الحلقة، فبقية الطلبة أنكروا عليه، قالوا: لماذا فلان هذا بالذات أنت الذي تركز عليه رغم أننا معه وهو ليس أذكى منا، كلنا طلبة، ولكن هذا الطالب بالذات أنت دائما تركز عليه، يا فلان يا فلان يا فلان. قال: سوف أخبركم، سوف أخبركم. ثم طلب من كل واحد منهم أن يحضر طيرا وسكينا، فكل الطلبة ذهبوا جابوا طيور وسكاكين، أي طير. فقال: أتمنى من كل واحد منكم أن يذبح طيره أو طائره في مكان لا يراه فيه أحد. فكل طالب أخذ الطير بتاعه في مكان وذبحه ورجع عادي، إلا هذا الولد الشاب الطالب هذا الذي رجع بطيره حيا أمامهم. قالوا: لماذا ألم تجد مكان لا يراك فيه أحد؟ فسأله الشيخ: لماذا لم تذبح طائرك؟ قال: بحثت عن مكان لا يراني فيه الله فلم أجد. هذا الفرق، لأنه يستشعر وجود الله. فأنا الآن لما أعرف أن الله معي، كيف أن أنا أدخل مواقع محرمة في الإنترنت؟ لما أعرف أن الله معي، كيف أن أنا أعمل علاقة مع امرأة لا يحل لي أن أتكلم معها؟ لما أعلم أن الله ناظري وشاهدي، كيف أن أنا أمد يدي لشيء لا يحل لي؟ لما أعلم أن الله معي، كيف أتكلم كلاما لا يليق بي؟ كل شيء تحس، ولا تحتاج أي جهاز رقابة في العالم. وده يكون ضر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المرأة التي جاءت تعترف على نفسها بالزنا، بالله عليكم هل قرأتم أن أحدا ضبطها متلبسة؟ ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما. يأتي الرجل أمام النبي يقول: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. قال: ماذا فعلت؟ قال: زنيت. ما حد رأى. هذه الرقابة، هذا الضمير الحي،
أما فكرة إنك أنت أهم شيء، ألا إن زوجتك ما تعرف، عيالك ما يعرفوا، الشرطة ما تعرف، الشركة ما تعرف، أين الله؟ غائب عن حياتنا، لا وجود له. ولذلك المصيبة أن الله سلط علينا كلاب الكفر حتى نعود إليه. يا رجل استحي من الله كما تستحي من مسؤول. نحن أمام شرطي ما نستطيع أن نخالف أمره، ولكن أمام الله نفعل ما يحلو لنا ونظن أننا بذلك ندخل الجنة. أين أين إخواني إذا كان الله سقط من حسابنا؟ إذا كان الله لا قيمة له في حياتنا، فهل تظن أننا بذلك نستحق أن ينصرنا الله؟ هذه قضية مهمة. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما وصف أولياءه في القرآن قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، يراقبون الله مراقبة دقيقة. أهم شيء عندي لا يغيب الملك عني، ماعز يأتي محمد المصطفى رسول الله والنبي لا يعلم الغيب يا إخواني، ما أعرف شيء. قالوا أنا زني والعياذ بالله. فقال لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك ضاجعت، اللي هي مقدمات. فالرجل مسر، فالنبي أعرض عنه، اعطاله ظهره، لف. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم فر نفسه جاء جاءه زنيت زنيت زنيت. فالنبي التفت الصحابة قال أمجنون هذا الرجل؟ هذا مجنون، لأن النبي لا يريد أن يقيم عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الرحمة والستر بالأمة. أمجنون هو؟ هل علمتم به جنون؟ قالوا ما علمنا عنه جنون ولا شيء، رجل عاقل. شوف تصور أنت، هؤلاء الأولياء حقا. أما أنا النهاردة عندما أدب وأرتكب فاحشة، أهم حاجة صاحب البيت ما عرف، وزوجتي ما عرفت، والجيران لم يروني، والأمور سليمة، في كاميرات موجودة على الأبواب، لا. وأطلع أنا أسد، نقول ونسيت أنك سقطت من عين الله الواحد الأحد. كان من الممكن أن يجمد الله دمك في عروقك، كان من الممكن أن يأتي صاحب البيت وأنت تفعل الفضيحة في بيته، كان من الممكن أن يشل الله جسدك كاملا فتتحول إلى حجر، ورغم ذلك لم أستحي من الله ولم أفكر فيه أبدا، وإنما فكرت في الناس الذين حولي، فكرت في البشر، فكرت في الكاميرات المعلقة على أبواب المجمعات عندما أدخل لأسرق شيئا من البضاعة، لأنني أعرف أن الكاميرا ستصورني، ولو كان الأمر لي لسرقت كل البضاعة لأني أخرجت الله من قلبي ومن حياتي تماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعتقد يقينا أن كل واحد منا الآن يقوم بالنظر في تصرفاته، وتستطيع أنت أن تحكم على نفسك الآن دون أن يتكلم معك أحد. هل جهاز الرقابة يعمل عندك؟ هل فعلا جهاز الرقابة يعمل؟ أم جهاز الرقابة في إجازة؟ إذا كان في إجازة معناه أنك أنت تحتاج أن تعيد النظر في علاقتك مع الله، لأنه أفضل الأعمال إلى الله أداء الفرائض التي فرضها الله، والورع عما حرم الله، الورع البعد عن كل ما حرم الله صغير أو كبير. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يقول لهم حبيبهم إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب الصغيرة. يعني أنا ماشي الآن في الشارع داخل لولو ولا داخل كارفور ولا مول ولا في أي مكان أرى امرأة متبرجة، أنت ولي؟ لا يمكن أن تنظر إليها أبدا، لأنك أنت تعرف أن هذه ليست زوجتك، حتى وإن كان فيها من المغريات ما فيها، لأنك تعلم أن الله قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تحتاج دولة ولا تحتاج مخابرات، أنت ستغض الطرف عنها عملا بقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وحتى عندما تكون تشاهد بعض المواد الإعلامية في بيتك، عندما تظهر أمامك صورة غير لائقة تغلق الجهاز أو تحول القناة. ما الذي جعلك تفعل هذا؟ إنما هو الله،
خوفك من الله. رجل مؤدب. الأولياء مؤدبون يا إخواني مع الله غاية الأدب، غاية الأدب، يستحون أن يفعلوا شيئا يغضب الله. ولذلك أنا ممكن أصلي 20 صلاة زيادة في اليوم، ولكن أنا ما أتقي الله تعالى. الحرام سحب، كل ما تيجي فرصة ما أضيعها في أي نوع، سواء كان في الأموال أو في الكلام أو في الأعراض أو في الأرحام أو في الأعمال. وبعدين بصلي، نقول من الذي أخبرك أن صلاتك سترفع فوق رأسك شبرا؟ يأتي على أمتي زمان يملؤون المساجد ولا ترفع صلاة أحدهم فوق رأسه شبرا. لما يا رسول الله؟ قال من فعلهم الحرام. يبقى أنا خارج المسجد تجدني إذا كنت تاجر غشاش درجة أولى، وقاعد أغير الاستيكر الموجود على البضاعة وغير تاريخ البضاعة، وضع أسعار لا يعلم بها إلا الله تعالى، غش عين عينك. وإذا كنت صاحب عقار قاعد أرفع الأسعار على المساكين الغلابة، المساكين الفقراء، كل شهر عندي سعر جديد، سواء كان في المحلات أو في الأسواق أو في السكن. يا عبد الله، يا مؤمن، يا موحد، هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى أن تضيق على خلق الله وأن تجعل الناس يشعرون بالضيق والحرج والنكد وأنت لست في حاجة؟ تسمع عن فلان ده عنده 50 عقار أو 50 شقة ويموت وأوراه المليارات أو الملايين ولا يأخذ فلسا واحدا إلى قبره. لو أنه رحم عباد الله وسهل على خلق الله، عندما يموت قال الناس رحمه الله كان عبدا صالحا. أليست هذه أفضل من ملايين تتركها وراء ظهرك وتدخل القبر وأنت على قائمة الظالمين المجرمين؟ وكذلك إخواني الذين يأكلون أموال العمالة، بعض الشركات تنسف الرواتب نسفا، الآن الأمور راح تتحسن، ولكن كم من أناس أكلوا عرق العمالة المسكينة الضعيفة التي خرجت من بلاد الفقر لتحيا أمينة مطمئنة، نعد عليها أنفاسها ونحبس حقها. ولأننا نستطيع أن نقيم محامين أو أن نلعب في الأنظمة أو القوانين أو يجاملنا سين أو صاد، نقول إذا كنت وليا لله لن تجرؤ أبدا على أن تأكل عرق عامل ولو في فلس واحد، لأنك تعلم أنك موقوف بين يدي الجبار الواحد، وأنك لن تدخل الجنة ولو كنت ابن محمد المصطفى إلا أن ترد حقوق العباد إليهم قبل المرور على الصراط. ولذلك نختم بقول الملك جل جلاله فيما رواه الحبيب عليه الصلوات ربي وسلامه، يقوم الجبار على الصراط يوم القيامة يقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا الديان، وعزتي وجلالي لا يجوز الصراط اليوم أحد إلى الجنة، وفي عنقه حق لعبد من عبادي. وعزتي وجلالي لا يجوز الصراط اليوم أحد إلى الجنة، وفي عنقه حق لعبد من عبادي. فقال الصحابة ولو شيئا يسيرا يا رسول الله، قال حتى اللطمة فما فوقها. ضربه، والله لا تعبر، والله لا تعبر إلا إذا عفى عنك صاحب الحق. هي ليست فوضى إخواني، بعضنا الآن بيفرض عضلاته على الناس، بعضنا ما له سقف في الظلم. نقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. إذا انتبه، تريد أن تكون ولي لله تعالى؟ لابد جهاز الرقابة عندك يكون شغال 24 ساعة في 24 ساعة في قمة الدقة، وإلا لا يمكن أن تكون ولي لا درجة أولى ولا درجة 10. اللهم إنا نسألك يا الله، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات آجالنا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، واجعل اللهم لنا من كل هم مخرجا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع الكرب عن المسلمين المكروبين في كل مكان. اللهم ارفع الكرب عن اللاجئين والمشردين والمطاردين. اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم جنبهم زمهرير الشتاء، وجنبهم قتل الأعداء، واربط على قلوبهم يا رب الأرض والسماء. اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين آمنين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك، اللهم عدل بعقابهم وعذابهم يا جبار السماوات والأرض يا الله. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، ومن أوليائك المقربين، ومن أحب عبادك إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام، وسائر بلاد المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلوا على نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.